المعهد الملكي لتقنيين المتخصصين في تربية المواشي الفوارات هو أحد معاهد التكوين المهني التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، مؤسسة شبه عسكرية تسهر على تأطير تقنيين وتقنيين متخصصين في مجالات مختلفة مرتبطة بالمواشي والدواجن ومراقبة الجودة. عمر المعهد يتجاوز 50 سنة، راكم فيها خبرة في مجال التكوين منحته سمعة وطنية ودولية. وهو مؤسسة تكوينية شبه عسكرية عمومي، إلى حد الساعة إلى حدود 2018 تم تكوين أزيد من 4000 متخرج في مختلف التخصصات والمستويات، وكذلك جميع القطاعات المرتبطة بتربية المواشي والصناعات الغذائية. جودة المنتجات الحيوانية أو ذات مصدر حيواني وتربية المجترات وتقنيات تقطيع اللحوم هي بعض من التكوينات المعتمدة هنا. هذا المختبر هو واحد من الفضاءات المجهزة المخصصة لتدريب طلبة المعهد. عندنا بزاف ديال الآفاق حيت كنعرفوا المغرب والفلاحة وداكشي، يعني عندنا بزاف ديال الآفاق. بالنسبة للآفاق ديالنا ومن بعد أن الدبلوم ديالنا مطلوب في المغرب بزاف. كاين 50 معهد فلاحي في المغرب، هو الوحيد اللي كيقوم بتدريس الشعبة ديالنا. إضافة النظام اللي كيتبعو هو نظام باراميليتار، فالزونكادرومون ديالنا كيحثوا على لا ديسيبلين قبل التكوين. حسينا في هذه المدة ديال الدراسة كاملة بواحد التغير، فهمتيني، كاينة إضافة كنتحسنوا نهار مورا نهار، وكانت موتيفاو لي فورماتور كاع اللي كاينين هنايا. لإعطاء الطلبة فرصا أكبر في مواصلة التكوين تعتمد المؤسسة نظام الممرات، وهو نظام يسمح للمتفوقين بالمرور إلى مراحل متقدمة من التكوين. قريت مزيان، تكلاسيس باغمي لي 5 برومي، لو فيت اللي عطاني الحق باش ندفع لانستيتو رويال دي تكنيسيان سبيسياليزي اون إلفاج، دوزت الكونكور نجحت. فوالا انا دابا كنقرا شعبه ديال جوده المنتوجات. الدبلوم ديال الفوارات كما معروف عنده اقبال كبير في سوق الشغل، وفي وجهه النظر ديالي كيبقى الخيار الامثل محصور ما بين اتمام الدراسه او خلق مقاوله. أزيد من 90% من هؤلاء يلجون سوق العمل بشكل مباشر، فيما يتجه بعضهم إلى مواصلة الدراسة في الجامعات. بهذا السوق الممتاز نموذج من خريج المعهد التحقت بالعمل هنا منذ فترة، وتقول أن التكوين ساهم في سرعة اندماجها بسوق العمل. المعهد الملكي خديت منه واحد التكوين اللي نفعني بزاف في سوق الشغل، هو اللي خلاني باش نلجأ لهذا سوق الشغل في واحد اون غروند سورفاس سوبر مارشي. النظام شبه عسكري يساهم في خلق الانضباط لدى الطلبة، وبذا يكون اندماجهم في سوق الشغل أكثر سلاسة بسبب توفرهم على متطلبات العمل من انضباط واحترام للالتزامات. Thank you.